السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غانم. ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس البنات. الوصفه تاع نهار اليوم عباره عن كوب كيك. هذه الوصفه تقطع لنا كميه لاباس بها، وان شاء الله نوعدكم المره الجايه بهذه الوصفه نديروا العديد من الوصفات، نديروا بها لي كيك، نديروا بها لي بيسكوي، لي طارت بلا كريم باتيسير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لي كوب كيك، والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم بها كيك فردي. بالنسبه للمقادير واش عندنا هنايا؟ هنا عندنا كيس تاع السكر كما راكم تشوفوا ما يعادل 240 مليلتر 240 غرام. عندنا كيس تاع زيت ماشي معمر ناقص منه 1 سنتيم ولا كما راكم تشوفوا، وعندنا كيس تاع حليب ماشي معمر. عندنا عندنا ليكسري تاع الليم. عندنا هنايا دو باكي دو ليفور شيميك. عندنا هنا جوج كيسان تاع فرينه. الفرينه هنا غرتها بهذا الكيس اللي كتشوفوا فيه، جوج كيسان تاع فرينه حوالي 250 غرام. عندنا هنا كميه من الزبيب. هنا زبيب اختياري، اللي ما تحبش الزبيب تقدر تعوضها بلي بيبي دو شوكولا، ولا تقدر دير لي فيرميسيل او شوكولا. هنا عندنا كميه من لي بيبي دو شوكولا، هنا كما راكم تشوفوا حوالي ملعقه، مانيش ما عنديش هنا بزاف سي بور سي درت غير شويه. وعندي ربع حبه تاع بيض. نبداو التحضير على بركه الله. هنا في لا ريسيبي راني دايره البيض. هنا اللي دايره كميه من لافاني اون بودر حوالي ملعقه صغيره تاع لافاني، فرغوها فوق البيض. نضربوا بالباتور. كما راكم تشوفوا البنات، هنا راني خلطت مليح البيض مع السكر حتى يضاعف الحجم تاعي والشكل تاعه رغاوي واللون تاعه يولي ابيض. هنا نديروا شويه ليكسري تاع الليمون، عيط الليمون اللي ما عندهاش دير زيت تاع الليمون ولا تاع البرتقال، هنا اختياري. نزيدو فرغو الزيت ونزيدو الحليب ونخلطو جميع المكونات. هنا نديرو لي بيبيتو شوكولا، نزيدو كمية تاع الزبيب ونديرو الفرينة. الفرينة هنا نخلطو لا ليفيغ مع الفرينة. عندنا دو باكي دو ليفيغ شيميك 20 غرام، نخلطو مليح. هنا الفرينة راني مغربلتها باش يدخلها الهواء، ونقلو هادوك الحبيبات لي يبقو من الفوق. نفرغو الفرينة تاعنا، نحط الفرينة في البول. البنات هنا بالنسبة للفرينة، أنا في المقادير درت لكم زوج كيسان تاع فرينة بهذا الكاس اللي وزنت به السوائل، ولكن هنا على حسب النوعيه تاع الفرينه كل وحده وشوف الفرينه تاعها كيفاش دايره. تقدري تجيك بلوس زوج كيسان. هنا كي تخلطوا زوج كيسان تشوفوها خفيفه، تقدروا تزيدوا حوالي 3 ملاعق كيما هذا تاع اكل فرينه ولا نص كاس تاع فرينه. تبدوا ديروا بالملعقه وتخلطوا حتى يتضاعف حتى يتجانس الخليط مع بعضه، وتشوفوا الشكل تاعه كيما كتشوفوها والقوام تاعه. ما هو خفيف ما هو ثقيل شويه، ها هو شوف كيفاش راه داير. باسكو انا هنا درت جوج كيسان تاع فرينه وجاتني شويه خليط خفيف، زدته حوالي 3 ملاعق كيما هذه تاع فرينه، حوالي نص كاس تاع فرينه. نتوما على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي عندكم، من هذه النوعيه شويه مش كيما ولا نستعمل هذه شويه جديده. نتوما ديروا جوج كيسان وشوفوا الا شفتوها شويه خفيفه تقدروا تزيدوا بالملعقه وشوفوا عينكم ميزانكم. من بعد ما خلطت الخليط تاعي تاع لي كوب كيك، واش عاد واش نديرو هنايا؟ هنا عندي هاد القوالب اللي كتشوفوهم تاع لي كوب كيك، راهم يتباعو في الاسواق. كنت سبق حضرت معاكم دي غوسيت بهاد المول. وديري هنا لي كيسه تاعك، واللي ما عندهاش هاد القوالب تقدر تستعمل هادو انديفيديو ولا هادوك تاع المادلين اللي كانوا بكري قدام. نديرو هنايا الخليط تاعنا، نخلطو كل ما نبغو نكبو في الكيسات نخلطو باش الزبيب يطلع لنا هو ولي بيبيتو شوكولا ما يقعدوش من تحت. نديرو نصف كمية الخليط في الكيسات. هنا
اللي عندها لي بوشا دوي تقدر دير بالبوشا دوي كما كتشوفوا، خاطش يزيد يضاعف الحجم تاعه، سي بوغ سو مانيش باغي نعمر حتى الفوق. هاي شوفوا هنا ديروا ثلاث ارباع من ال، شوف ما تعمروهاش حتى الفوق وما ديروهاش النص، خلو شويه باش ديروا تخلو لها القوام تاعها باش كيزيد يطلع تجيني شن مع لي كيسات. البنات انا هنا غادي نعمر كاع لي كيسات تاعو ونوريكم كيفاش عمرتهم. كما كتشوفوا البنات هنا بعد ما عمرت لي كيسات تاعي ها هما الشكل تاعهم في البلا. هنا قطعوا لي حوالي 15 14 حبه ولا 16 حبه كما كتشوفوا ها هما. انا هنا نشعل الفرن لدرجه الحراره درتها 160 درجه، نشعلو غير من التحت ونخلوه يطفي غير حتى يضاعف الحجم تاعو ونحسو باللي طاب، نطفو من التحت ونشعلو من الفوق ونخلوه يحمر شويه. انا هنا البنات راني درت الفرن تاعي سخون، غادي ندير لي كوب كيك تاعي يطيبو ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعهم في صحن التقديم ونوريكم كيفاش طاب. البنات كيما راكم تشوفوا لي كوب كيك تاعي هنا راهم واجدين في صحن التقديم. هنا بعد ما طابوا خليتهم بردوا مليح زينتهم كيما هذه التشكيله الاولى، زينتها بلا كونفيتور دابريكو ودرت لها شويه تاع كوكو ايفيلي وكنت محمصاته. والتشكيله الثانيه هنا درت لها شويه تاع شوكولا، درت لها خطوط عشوائيه كيما راكم تشوفوا. والتشكيله الثالثه هنايا بعد ما هنا كي كان خضر درت له شويه تاع سكر كريستاليزي من الفوق ودخلتها الفرن يطيب. شوفوا القشره اللي دارها من الفوق تي شابه ستيون جي شابه بزاف. هنا درت لكم ثلاثه تاع التزيين، هذا التزيين اختياري، المهم في الذوق وفي في العجين يكون الشباب وخفيف. انا هنا البنات غادي نحل لكم حبه تشوفوا كيفاش من الداخل. شوفوا لي هنايا اذا بغيتكم شويه انا غادي نحل بيد وني كاميرا بيد، صبروا دقيقه. كما كتشوفوا البنات انا هنا فتحت لكم حبه، شوفوا كيفاش جا من الداخل، جا خفيف وهشيش، شوفوا كيفاش جا كيما القطن. صراحه هذه الوصفه والله العظيم جربوها ما شاء الله، تقدروا ديروا بها لي كيك، تقدروا ديروا بها لي بيسكوي كيما تحبوا، موسكوتشو. انا هنا فتحت لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها. البنات دوك ما بقى لي نقول لكم اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم، ما تنساش دير جيم لا فيديو وتضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.